دكتور يونس وهبي رئيس جمعيه حمايه المستهلك ومنتفع من خدمات العموميه تيتون. على اثر تسجيل حالات ارتفاع حالات التسمم بكل مستوصفات ومستشفيات المدن الساحليه تبين انها ناتجه عن تمويل الاسواق لمواد فاسده من اللحوم واسماك. طبعا هذه اللحوم والاسماك قامت بها السلطات المحليه ولجنه المراقبه، وحنا طبعا نشكر على ما قامت به ونطالبها بتكثيف جهودها. من ناحيه اخرى بالنسبه للمواطن المستهلك كنطالبوا دائما اتخاذ اليقظه والحذر والتبليغ عن اي حاجه مثلا مشكوك فيه، وكنطالبوا بالجهات المعنيه خاصه المحاكم بانزال اقصى عقوبات على هؤلاء الموردين الجنود وان يتقوا الله في مواطنيهم. بطبيعة الحال الكمية الكبيرة من اللحوم الأطنان ديال اللحوم اللي تم مصادرتها كتشكل خطر على المواطنين خاصة، وكتربط حتى السياحة ديال المنطقة الشمالية رغم توفر المصطافين على هذه الجهات خاصة في الصيف. كنأكد كذلك على المواطن لأن هو الشخص المعني بالأمر، هو أن يكون حاضرا ويقظا في أي شيء، أي مادة أو منتوج يستهلكه وليقتنيه، ودائما حاولوا يطالب بالتذكرة يعني بتيكي ديال أكلة خفيفة أو ديال المطاعم يحتفظ بها، وفي نفس الوقت أنه أي حاجة مشكوك فيها أنه يبلغ بها بالسلطات المعنيه.